تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصخير أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. وقد وصل سعادة السفير بندم سنداس سفير جمهورية النيبال إلى قصر الصخير، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سفير جمهورية نيبال، وتبادل جلالته مع السفير الكلمات الترحيبية مشيدا بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين. كما وصلت سعادة السفيرة سيسيل لونجيه سفيرة الجمهورية الفرنسية إلى قصر الصخير، حيث كان في استقبالها رئيس المراسم الملكية، وجرت لها المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد السفيرة الفرنسية، وأشاد جلالته بالعلاقات الطيبة القائمة بين البحرين وفرنسا وما تشهده من تقدم وتطور في جميع المجالات. كما وصل سعادة الدكتور ميلاد نمور سفير الجمهورية اللبنانية إلى قصر الصخير، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سفير الجمهورية اللبنانية، وأشاد جلالته بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين على الصعيد كافة. كما وصل سعادة السفير جاستن هيكس سبرل سفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى قصر الصخير، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات.
وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة، وأشاد جلالته بالعلاقات الطيبة القائمة بين البحرين والولايات المتحدة وما تشهده من تقدم وتطور في جميع المجالات. كما وصل سعادة السفير إبراهيم محمد الحسن أحمد سعد سفير جمهورية السودان إلى قصر الأصخير، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد السفير السوداني وأشاد بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين على الصعد كافة، ونقل السفراء إلى جلالة الملك المفدى تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة وللبحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار، مشيدين بالعلاقات الوطيدة التي تربط بلدانهم مع مملكة البحرين. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى ومعالي وزير الديوان الملكي ومعالي وزير الخارجية ومعالي وزير المتابعة بالديوان الملكي وسعادة رئيس المراسم الملكية. Thank you.